هاد الحالات سجلت معظمها بجهة الدار البيضاء سطات وبالضبط بمدينة الدار البيضاء، وسجلت بعض الحالات بجهة مراكش أسفي، وحالات قليلة متفرقة ما بين جهة سوس مسا وطنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس والرباط سلا القنيطرة. وليبقى التوزيع الجغرافي للحالات حسب الجهات، التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المسجلة منذ بداية الوباء تبقى النسبة تقريبا هي مع ارتفاع طفيف بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، حيث وصلت النسبة إلى 31%، وتبقى الجهات الأخرى تأتي تباعا، جهة مراكش أسفي ثم جهتي طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس ثم جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة درعا تافيلالت. لازلنا نواصل اكتشاف الحالات مبكرا دون وجود أعراض للمرض، لأن ذلك يتم غالبا ضمن عملية الكشف لدى المخالطين، فهذا 24 ساعة، ومن بين 78 حالة 65 اكتشفت في هذا السياق، أي بنسبة 87%. للتذكير فإننا وصلنا إلى حدود اليوم إلى ما مجموعه 40469 مخالط الذين استفادوا من التتبع الصحي عند اكتشاف الحالات التي تكون في محيطها. بالموازاة مع التأكيد المخباري على الحالات، بطبيعة الحال المختبرات تعطي نتائج سالبة بالنسبة للمرض، للفيروس المسبب لكوفيد 19، وبذلك تستبعد الحالات التي يكون مسبقا محتمل إصابتها، ووصل هذا العدد في هذه 24 ساعة إلى 6915، فيما وصل إجمالي الحالات المحتملة والتي استبعدت جراء التحليل المخباري منذ بداية الوباء 105786 حالة مستبعدة.